السلام عليكم، معكم اشرف من روك بويما. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على ميكروفون AT20 في USB-X ديال لا مارك اوديو تكنيكا. شنو كيجي مع الميكروفون؟ كيجي معاه سوبور على هذا الشكل هذا اللي كتقدر تحطه فوق لاطاب، اولا كتستعمل واحد لادابتاتور اللي كيجي معاه وكتركبه بهذه الطريقه مع اي سوبور بغيتي كيف ما انا دابا داير. كيجي معاه كابل باش تقدر تبرونشيه USB مع الماك اولا البي سي ديالك، وكيجي معاه حتى هذا لادابتاتور USB. الميزه ديال AT20 USB-X هو الكونترول ديالو لي سيلونسيو، ما فيش حس صداع، الكونترول ديال ميوت تاكتيل، وعنده علاقه بالليد اللي كيبان لكم فيه. الا كان شاعل الليد بالاحمر كيعني بلي ما كيكابطيش الصوت، والا كان شاعل الليد بالزرق كيعني بلي الصوت كيتشد. دونك باش نبرونشي الميكروفون ديالي ما كنحتاجش كارتسون، حيت هو كيتوفر على كارتسون انتغري، وكنقدر نبرونشيه مع الماك اولا البي سي ديالي غير بالكابل اللي كيجي معاه. وبالنسبه للسورتي ديال الصوت كنقدر نبرونشي معاه كاسك واللاتونس اللي قليله بزاف. AT20 USB-X هو ميكروفون كوندنسر، والديريكتيفيتي ديالو كارديويد. ودابا ندوزو للتيست. سلام، معكم ويا من روك بايما. انا جيت دابا باش ندير لكم تيست ديال لا فوا فيمينين ديال لو ميكرو AT20 USB-X، ودابا نخليكم مع اشرف باش يكمل لكم لو تيست. دابا ندوزو للتيست انسترومون. دابا ندوزو للتيست ديال لا ديستانس. دابا كنتيستي الميكروفون وانا قريب منه بزاف. تيست ديال الميكروفون وانا بعيد منه بخطوه واحده. دابا غنتيستي الميكروفون وانا بعيد منه بجوج ديال الخطوات. تيست ديال الميكروفون وانا بعيد منه بثلاثه ديال الخطوات. كان معكم اشرف من روك بويما، نتلاقاو فيديو جديد. بيس.